اولا حاليا في قطارات ديال الخط اللي سميناها الاطلس ما بين الدار البيضاء ومراكش الدار البيضاء، استعملنا نفس المنظومه ديال التعريفه اللي عندنا في القطار الفارق السرعه البطء واللي كتخص ثلاثة ديال المستويات ديال التعريفه، مع العلم ان في الدار البيضاء مراكش فتم تقليص مده السفر بساعه، تنام 3 ساعات و40 دقيقه جوج ساعات و35 دقيقه. فهاد ثلاثة ديال المستويات ديال الأثمنة، كاين المستوى الأول اللي هو 87 درهم اللي كيخص تقريبا 21-25% ديال القطارات في اليوم، بالمقابل ديال 95 درهم الثمن اللي كان مطبق من قبل واللي كان ثمن أحادي. الثمن اللي هو اللي هو في الوسط اللي كيشكل 60-65% ديال عدد القطارات، فهو في هذا المحور في الدرجه الثانيه بين الدار البيضاء ومراكش هو 110 ديال الدرهم. كاين المستوى الثالث اللي هو ديال الدروه واللي فيه واحد 15% ديال القطارات في اليوم اللي هو 130 درهم، مع العلم بانه هذه التعريفه هي كتكون مطبقه بشرط ان الناس تقتني التذكره ديالها على الاقل يوم قبل يوم السفر، باش انه يمكننا اننا نبرمجوا القطارات ونوجدوا العمليه ديال الصعود ديال المسافرين، لان دابا هذه المنظومه غتمكننا اننا يكون نضمنوا لكل مسافر المقعد ديالو بالرقم في التذكره ديالو. اذا المسافر قحت النهار بنهارو عاد جا يقطع التذكره ديالو، فاش كتزاد واحد 10%، ديك 10% ما كنبحثوش نطلق فيها اننا انه يكون لنا زياده في هذا، بقدر ما اننا كندفعوا المسافرين باش انهم ينظم السفر ديالو على الاقل يوم قبل السفر. اذا في المحور الاخر اللي الدار البيضاء فاس، فالثمن الثمن الاول اللي هو خارج الدروه ولا الثمن العادي اللي هي تقريبا 85% ديال القطارات، فالثمن ديالها قل من الثمن اللي كان الاحادي اللي كان مطبق من قبل، مع العلم انك ضمنوا المقعد. الشريطه الوحيده هي ان الناس خصها تحجز المقعد ديالها على الاقل نهار قبل السفر باش يمكننا ننظموا السفر. اذا خلاصه زعما في المجموع، فبالعكس الدار البيضاء مراكش ربحنا ساعه، كاين امكانيه في 25% ديال القطارات ان يكون الثمن اقل مما كان مطبق. في المحور ديال الدار البيضاء فاس تقريبا في 80% ديال القطارات، فالثمن اللي مطبق في هذا المنظور الجديد فهو قل من الثمن الاحادي اللي كان مطبق من قبل، شريطه انه ياخذ التذكره ديالو نهار قبل السفر، اذا بقى حتى هذاك النهار كتزاد عليه 10% على هذه الاثمنه اللي ذكرت. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.